بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم مذيار لا زالت تسجل التوقيت الحدث هنا في أرضية هذا الميدان وفي هذا اليوم الذي خصص لانطلاقات سن الإذاع. نتمنى إن شاء الله دائما لمالك التوفيق والناموس مبارك بن راشد بن عبيد بن دغيش اشتبي 6 دقائق ثانية واحدة، نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. شوطنا بنقول 18 شوط الإبكار، المهجنات الأصايل ما شاء الله، الأعداد كثيرة، الأعداد خطيرة هنا في هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق. اذهب إلى المركز الأول، هناك البرشة أحمد بن هزيم بن محمد المسافري، بينما اللي في المركز الثاني شعاع حميد بن سيب بن حميدان الفلاسي، وفي المركز الثالث هناك شعار سالم بن مانع الغويس من يقدم تذكار. نقلتنا إلى المركز الخامس، أيضا شعار بن غرير سيف بن غرير الاجتبي حاضرا إلى خامس المراكز. وضحة وضحة ولا متعب عبد الله بن سيف بن عبد الله بن غرير الاجتبي النقلة على المركز الخامس. اللي في المركز الخامس هناك من الجانب الثاني اللي هي جمايل منصور بن علي بن خصم الاجتبي المركز سات الضبي لمطار بن محمد بن دحروي العامري، بينما هناك الضبي لسعيد بن محمد بن عبيد الغفلي سابع المراكز ولا المركز السادس. النقلة على المركز السابع، اللي في المركز السابع ما شاء الله هناك من تصل في هذه اللحظات اللي هي أيها الأخوة متعبة لمصبح بن جاسم بن سيف المسافري، وفي المركز الثامن اللي هي شبة في المركز الثامن عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان، وفي المركز التاسع هناك حشيمة عبد الله بن سالم بن حزيم، وفي المركز العاشر هناك من تأتي هملولة عبد الله بن علي بن واس. ها هي النتيجة، ها هو النداء الأول للعشرة المراكز الأولى، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. نتمنى الكثير، نتمنى الناموس للجميع بإذن الله، ولكن أنت تريد، أنا أريد، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. 2 كيلومترات انتهن ويبقى المهمات. يا بن غرير هل سوف تلبي نداء جماهيرك؟ متعب أيها الإخوة، عبد الله بن سيف بن عبد الله بن غرير آل اجتبي وصلكم بالخصم مع جمايل اللي تبغي تتجمل، اللي تبغي تجمل راعيها وناموسه منصور بن علي بالخصم الاجتبي الله يضبي. هناك بالمركز الثالث سعيد بن محمد بن عبيد القفلي، نقلتنا على البرشة أحمد بن هزيم بن محمد المسافري، وصلكم بن دحروي، وصلوا هالي الإهباب مطر بن محمد بن دحروي العامري أيضا حاضرا هنا على المركز الخامس. نقلتنا هناك على تذكار اللي بدأت تتجول، بدأت تنتقل من موقع إلى موقع، بدأت تنتقل من مركز إلى مركز، سالم بن مانع الأخويس، ولكنها القادمة التي تعرف أين عنوان الناموس بإنجازاتها في العام الماضي تبغي تعيد هذه الإنجازات. سحابة سعيد بن محمد بن سعيد المري، هناك من يتدخل على سابع المراكز إلى المركز الرابع إلى مقدمة الشوط. بسم الله يا سحابة، نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذه المجموعة، نكتفي بهذه الشعارات، ولكنها الكيلو فتح الأبواب مبكرا لتدخل هذه الشعارات في هذه اللحظات، في هذه الثواني الأخيرة. أعود إلى جمايل، إلى جمايل جملت ميدانها، جملت مضمرها، جملت راعيها منصور بن علي بالخصم الاجتبي. يلا يا راعي تذكار. هناك من الجانب الثاني سالم بن مانع الخويص، غني عن التعريف، شعار النجوم التي تعرف أين الإنجازات، شعار النجوم التي تعرف طريق التسعيرات. سحابة في المركز الثالث للسيد سعيد بن محمد، الله يا بن حميدان، وصلكم بن كعيب يطرق أبواب الناموس، أحمد بن سيف بن حميدان الفلاسي، تذكار، شعاع، جمايل، سحابة،
أيضا هناك اللي هي الظبي، ولكن لكني عيني على الثنتين، عيني على الثلاث، عيني على الثلاث اللي دخلن اللحظات الأخيرة، الأجواء الأخيرة، جمايل تذكار هنا شعاع اللحظات الأخيرة، يا بالخصم يا الغويص، جمايل هناك تذكار اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة. سلام سالم من مانع الغويص، مضمر ومالك تذكار. مركز ثاني جمايل لمنصور معي بالخصم. مركز ثالث شعاع حميد مسيب بن حميدان الضبي، مطار بن محمد من دحروي العامري. المركز الخامس الذيبة هنا في نهاية هذا الانطلاق، مطار سعيد بن حلوة الشبي. 6 دقائق بنقول 13 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا حقيقة والناموس هنا في هذا الانطلاق الجميل. 18 شوط ما شاء الله ذعناهم عليكم وفاء وتماما، والأمنيات دائما سعيدة هنا في هذا الانطلاقات. إن شاء الله الأسبوع القادم ننتظركم في نفس هذه الأيام في أسبوعنا الثالث. نواب فاضل وإلى اللقاء.